السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. الأصدقاء، العائلة، الأحباب، نتمنى إن شاء الله كل شيء يكون على ما يرام. فيديو جديد، نهار جديد، كيما عوضتكم ختكم حنان حنونة، كنشارك معكم كل شيء. كيف ما كتشوفوا أخوتي دابا شادة الطريق، علي ما علينا ما بينا. صراحة كنا باركين، قلت ماما أجي علاش لا ما نخرجوش بحال هكايا، كتعرفوا العشية الواحد كيقنط في الدار وهذا، لا اجا نخرجوا واحد الخريجه اللي هي خفيفه. ايوا صافي، كيف ما كتشوفوا انا دابا راني غاده شاده الطريق، قلت نمشيو شي بلايصه بحال هكا نبركو فيها ونجمعوا فيها ايوا وننفسوا على روسنا ونرجعوا للدار ان شاء الله. خوتي صراحه شكرا لكم من كل قلبي، شكرا عليكم المطيره الزوينه اللي كتبتوا ليا، على التشجيع اللي شجعتوني صراحه في لا فيديو اللي حطيت ديال المناط، كلشي كيقول لي صراحه شفت منكم غير كل خير ما شاء الله، تشجيعات كتقولوا ماما الله يسهل عليكم، شكرا الله يسهل عليكم تنتوما باش ما كتمنوا يا سيدي ربي، والله يديكم طريق الخير ان شاء الله، واي حاجه كتمنوا وحطيتوا في ايديكم بغيت ربي ان شاء الله يرزقكم فيها التيسير ويرزقكم فيها الخير ان شاء الله. نويو الخير تلقاو الخير، هذا هو اللي كاين. الانسان ملي كتكون عنده النيه الصافيه والنيه انه باغي الخير ولا بد لله عز وجل انه كيلاقي الخير. كيف ما قلت لكم اخوتي، شكرا شكرا من كل قلبي لكم بدون استثناء اخواني اخواتي. صراحه شفتوني هاد لا فيديو انا غاده وبغيت نشاركه معكم. اخوتي اخواتاتي دائما انا كنعطيكم الطاقه الايجابيه، وعزيز عليا الانسان يعطيني الطاقه الايجابيه. ثاني حاجه انني كنبغاو ماشي اجي تنكون شي خرجه اللي هي سبيسيال وخرجه اللي معت واو اشنو فيها عاد نشاركها معاكم، ولا عاد نقول لكم انا راني خرج. راه ممكن اختي راني عين نخرج بحال هكا، نخرج من الباب ونلقى شي طبيعه زوينه ونبرك فيها وننفس على راسي، راه هادي راه خريجه ماشي بمثابه ان خاصني تنخسر عليها الفلوس وتنخسر عليها وتنادي. راه كاين اللي كيمشي كيخسر فلوس ما شاء الله وفي الاخر انه كيكون مرونها ولا ما مصايبش راحته. المهم ان الانسان يسب الراحه ديالو وتكون هذيك الخريجه بسيطه وفيها الضحك وفيها النشاط، هادشي اللي كاين. كيف ما قلت لكم انا بغيت ملي باركه انا وماما صافي قلت لها نوض يلاه نخرجوا، ايوا غدا خارجه انا وياها، المهم بركو في شي بلايصه تكون زوينه، ماشي زوينه واو على قد يعني. حنا دابا هذه العشيه يعني بغيت انا غير اقرب بلاصه بحال هكا ونبرك فيها بحال هكا ونجمعوا شويه. ايوا هادشي هو اللي كاين، بقاو معايا ان شاء الله تنشوف شي بلايصه اللي غادي نبرك فيها انا وماما ونشاركها معاكم، وانا كلشي كلشي داكشي اللي كاين نشاركو معاكم. المهم ان الانسان يكون مرتاح ويكون بخير وعلى خير. هنا كيف ما كتشوفوا يلا غادي ندخلوا ان شاء الله. صافي هذه واحد الغابه يعني واحد المتنفس الانسان يجيلو. راه كيف ما قلت لكم انا راني شويه جيت معطله يعني، واخا هكاك ما لقيناش الدنيا عامره، صافي الناس بداو كيديروا، غادي نشوفوا شي بلايصه هنايا ونبركو فيها. واخا الجو شويه داير كاين داك الريح بحال هكايا، مي دائما كنمشيو للبلايص اللي كيكونوا اكثريه كيكونوا خاوين، كيكون فيهم واحد كتحسي بشويه الراحه. هذا هو المتنفس هنايا، الناس كاين اللي كتجمع كاين اللي باركه، كل واحد اشنو كيدير. غادي نشوفوا شي بلايصه ان شاء الله هنايا ونبركو فيها. هاد الغابة صراحة في ايام الربيع كتكون عامرة ديال بصح، كيجيبو في اللعاب يعني كتكون ما شاء الله. مي دابا حنا جينا قلت ليها يلا نمشيو لهاد البلايصة نبركو فيها شوية، كتعجبنا الطبيعة، انا من عشاق الطبيعة. ايوا جيت ليها صافي نبركو شوية نجمعو نتعاودو. صافي هادشي اللي كاين، وكاين انت تبارك الله مالي اللبان وسيكوك وداكشي البلدي، انا من عشاق اي حاجه بلديه اي حاجه هكا كتعجبني. ايوا صافي غادي ان شاء الله بقاو معايا سنستاسيوني هنايا ونجلسوا هكا يا شي اخرى، كيجاني كاين الريح شويه. يلا ابقاو معايا ما تمشيو فين، شارك معكم ان شاء الله كل شيء.
كيف ما كتشوفوا جينا لهاد البلاصه صراحه ماشي شي حاجه، واو مين جينا لهاد الغابه هكايا، واخا اليوم كاينش واحد الحجاج هذا، ماشي الجو يعني كيساعد على الخروج، مي خرجنا نبدلو شويه الجو. كيف ما كتشوفوا هنا راه كاين الناس اللي مازال باقين كيبان لكم الطوموبيلات، كاين اللي مشى بحال هادو. المهم بعدا بنادم هنايا راه كيجي كيفوج كيسيب واحد المتنفس ديالو، ايوا هادشي اللي كاين بالكوش شويه جمع شويه يا ونجيبوا لنا داكشي اللي قسم الله ناكلو وبحال هكا صافي وعاد نمشيو ان شاء الله من بعد. كيف ما كتشوفوا اخوتي صافي راه حنايا دابا بركت انا وماما تبارك الله وجمعنا وهدرنا، ايوا ودابا غادي ان شاء الله نشدوا الطريق نمشيو. كيف ما كتشوفوا راه بدات كتخوى الدنيا، هادي راه مولات هادو مول سميتو سايكوك، الناس اللي كيبيعوا سايكوك. ايوا قلت نشارك معاكم، حنا دابا غاديين ان شاء الله. ايوا كيف ما قلت لكم راه ماشي بالضروره اننا خاصنا تنخسروا شي فلوس ولا تنديروا، راه اللي كان ان شاء الله كيدوز خريجه زوينه وكيبدل الجو. ايوا نخليو راك بعدا تتخوى عاد نزيد صافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه غادي يبانوا لكم ها هما الناس، يلا تما غاديين بحالاتهم. ها يشدني انايا كي دايره، ايوا الناس يخرجوا يتنفسوا شويه، دابا الجو براد يعني الجو دابا زويون ديال الخروج. ايوا هادشي هو اللي كاين، احنا دابا ان شاء الله غاديه انا وماما. كيف ما قلت لكم الخرجه ماشي بالضروره ما عاد كيف تكون، يعني نخرجوا نتنفسوا هنا. شو تبارك الله كيبيعوا داك اللبان والحليب والصيكوك. ايوا هادشي هو اللي كاين، نتمنى ان شاء الله خرجتنا تكون عجباتكم وتاخذوا منها الطاقه الايجابيه، وتنتوما ما تبخلوش على راسكم، ما تبقاوش غير في الدار، ما تحسوش بداك الاكتئاب او تحسوا بداك الخمول، نخرجوا نتنفسوا شويه. دابا راه الجو راه هنايا كما قلت لكم عاد واحد الجو زوين، ودابا راه الحال كيطلع. ايوا نتمنى ان شاء الله تبقاو كدعموني، والتشجيع ديالكم دائما كيحفزني وكيعطيني طاقه ايجابيه وكيخليني دائما نستمر وكيخليني نشارك معكم اي حاجه. وانا والله شوفوا اهم عندي حاجه في القناه ديالي انني بغيت نشارك معكم البساطه ديالها، بغيت نشارك معكم اننا اي حاجه ممكن نوجدوها، اي حاجه ممكن اي بلاصه نخرجوا ليها ونكونوا سعيدين في حياتنا، نكونوا ضاحكين نكونوا ناشطين. هادشي هو اللي كاين، ماشي لا خاصني ولا وعلاش وكيفاش وما نبقاوش يعني نخرجوا هكا، نخرجوا نتفجوا شويه نتنفس كيف ما قالت ماما. قالت لي دابا هكا بالخصوص دابا ملي كيكون برد الحال كيف ما كتشوفوا تبارك الله دابا الجو ولا زويون ديال الخروج، يعني كتخرجي كتكوني مرتاحه، ما كتكون لا شمس لا حتى شي حاجه، كتحسي بواحد الراحه نفسيه اكثر من هذيك الراحه اللي مشيتي ارتاحيتيها. ايوا نتمنى ان شاء الله انه والله فيديو ديالي يعجبكم، وكيف ما ديما انكم تكتبوا لي كومونتيرات زوينه، انكم دائما تبقاو هكا كتشجعوني، كتبوا لي قولوا لي كيفاش كيجيكم لا فيديوهات ديالي، اشنو كتبغوا، واش انني هكا نكون كنشارك معكم. نعم ماما انني هكا نبقى نشارك معكم بحال هكا اي حاجه هكا بسيطه، او انني لا نشارك معكم غير شي حوايج، وهذا اي حاجه في الكومنتات كتبوها لي. انا صراحه كنقرا جميع الكومنتات وكيعجبوني الكومنتات ديالكم. تل هنا يا خوتي غادي نقول لكم مع السلامة، دابا رانا غادا شادة الطريق ان شاء الله،
كيف ما كتشوفوا راه ظلام الحال، ولكن واخا هكاك راه الجو كيف ما قلت لكم زوين وديال الخروج. نبقى ان شاء الله هكا تنوصلوا للدار بخير وعلى خير. يلا مع السلامة، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.